أصدقائي، بما أنها هي سهلة الرعاية والاهتمام وحبيتها وعرفت لها فكثرت منها. أول شيء قمت أشتري 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 لأنها حلوة وجميلة وعرفت لها. كان أقول ليش ما أجذر جذري. فعلا جذرت، بس خلينا نشوف. أول شيء هذه تعتبر ثاني أقدم واحدة، لأن الأولى موجودة فوق، وهي قلت لكم لأن أنا حبيتها فشريت منها وايد. ونشوف هذه هي، هذا بالحوض، هذا الحوض مالها، وهي كل هذا جميلة. والسقي عندنا شفان التربة التام، موعدها 1 بالشهر، ونشوفها شلون جميلة والأوراق حلوين بكل مكان، ومكانها فوق على الرف. يعني أنا لأن بيتي الحين خلاص متروس أرفف، كل مكان فيه أرفف أرفف، فرف 2 3 الرابع اللي يم السقف هي قاعدة هناك، يعني تتحمل إضاءة البيت العادية، لأن لونها أخضر غامج، ما فيها تبرقش، ما فيها شيء، ما فيها أبيض، فتعيش بإضاءة البيت العادية. وقلت لكم ليش إني حبيتها كثرت منها. في البداية شريت منها وايد، يمكن شريت 3، ما أقول لكم وايد، إي 3، وعاشوا حلوين وتمام. كان أقوم وأجذر. وهم بعد انا مسويه فيديو عن تجذيرها وشلون جذرتها وشلون قصيت وشلون نقلتها حق ماي، وش كثر طولت على من طلعت جذور وطلعت ورق. بس نشوف هني هذه اللي قصيت منها، نشوف مكان القص واضح كاهو، هذا مكان القص، ما صار شيء، بس هذا تمت ورقة تحته واحدة، وهذيلة كلهم طلعوا بعد القص. نشوف ساقها طويل، بس مو نفس هذيج، ساقها طويل، وطلعت لي كل هذيل بعد ما قصيت. بس للأمانة الحين هم بعد صار لها يومين ما أدري ايش فيها، قامت تقط ورق، مو متغير عليها شيء بمكانها، طريقتها صار لها سنين معاي، ما أدري ليش كذي قاعد يصير فجأة بروحها، ما أدري حشرة يمكن، ولا زادت برودة البيت يمكن. بس هي يعني متأقلمة على بيتي صار لها سنين، بس يمكن هذا يعني شغلة يمكن طبيعية، لأن هي لغاية الحين فيها نمو ولحينها شادة. يعني أوكي قطت 2 3، يعني حتى هذا يعني الحين قاعد أفكر أشيلها ما بيها. أوكي كاهي شلتها، يعني نخلي الوضع أفضل لها. أوكي خليها تركز على هذيل، وإن شاء الله يطلع لي شيء من تحت. مكان القص مثل ما قلت لكم هذا هو اللي واضح، وجذرتها وراحت وغيرت لها طبعا مع الوقت وكل شيء، وهذا وصارت حلوة وجميلة، صار التجذير حلو وجميل، وكبرت وكبرت وطلعت لي نبتة. راح خلنا أعد 1 2 3 4 5، صار عندي 5 منهم. هذه التجدير، هذه انا مسويتها، هذه انا مجذرتها، هذه انا مخليتها تكبر عندي. كانت كاتينج وجذرت وطلعت ورق وحطيتها بماي، قصدي كانت هي بماي طبعا، ونقلتها حق تربه وقامت تكبر 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 ومستانسه، وما شاء الله يعني شوفوا متروس هذا، وهذا اللي يدد قاعدين يطلعون، وهذيله شوفوا شوفوا ايش كثر ما شاء الله جميلين، وقامت تكبر خلاص صارت نبته. والحوض مالها الفخار الحجم الصغير مالي اللي نفس هذا الحجم، اللي هي كانت بهالحجم تخيلوا، كانت بفخار هالكبر، وي لا يطيح شيء، كانت بفخار هالكبر بخطأ من طاحت وانكسر، طاحت وانكسر الحوض الفخار. قلت اوه لا مو انت بليز، اشيك عليها ولا هي ما فيها ولا شيء، مجرد ان الحوض الفخار هو اللي انكسر.
فشلتها مثل ما هي، طلعتها من حوض هالفخار هذاك القديم وحطيتها بحوض فخار اكبر، لان هي ما شاء الله قامت تصير اكبر. مو انا طيحت، قصدي مو هي طاحت من كيفها ولا انا طيحت، في ناس طيحون. زين، فالمهم الحين نقلتها ومحافظة على السقي مالها اللي هو عندنا شوفان التربة التام. راح تمشي مع الكبار خلاص، دام انك كبرتي يعني ما راح تكونين يوم الجمعة، راح تكونين معاهم واحد بالشهر لانك صرتي كبيرة خلاص كبرتي، انتي مو بالروضة، انتي بالثانوي متوسط. زين، فاسقيها هذه الكتنجز، ايش رايكم؟ فهذه الكتنجز بس كنت رايحة اشتري حوض ومغذي. كان اشوف ولا المحل عنده شي في الليرة مبرقشة. قلت له شنو؟ كان يقول لي مبرقشة فيها ابيض. قلت له ما عندي اضاءة. كان يقول لا تعيش على جو البيت. قلت له لا اخاف ما ادري ما. كان يقول لي السعر. قلت له ها؟ يلا جيب ثنتين. جيب ثنتين منها وصح على إضاءة البيت وعلى جو البيت، داخلية هي مهي خارجية وتستحمل إضاءة البيت مع أنها هي مبرقشة. فحطيتها فوق يم هذيلة اللي عندي وشوفها، إن ميزتها إن هي ساقها قاعد يصير أطول من هذيك. إنزين، وكذلك تحب نشفان التربة قبل السقي. ومثل ما قلت لكم خذيت منها ثنتين قلت حلوين، والسقي طبعا اللي هي بحوض ديكور فأجربها ربع الماي الأخير، ربع الكوب الأخير، ربع الحوض الأخير أصب لها ماي وهي تشرب على راحتها طول الشهر، وهذا نموها وحلوة وجميلة. وهذا أنا نجحت بتجذير هذيك. قلت هل هذه راح تصير نفس الشيء؟ أقدر أجذرها؟ كان أقوم أقص، ما خليكم تتساءلون وايد. قمت قصيت بس مو مبين المكان القص بالنبتة الثانية، قلت هذه أقرب لي فجبتها لكم. وهم سويت فيديو إن تجذير الشفليرة المبرقشة، وما شاء الله هذه بس شوية أخذت وقت أطول من الشفليرة العادية. اوكي، وطولت صراحه بالماي، طولت. قلت هذه ايش فيها؟ بس يعني ما اخترب الساق، ما اخترب شيء، لكن موجوده يعني تمت ثابته بمكانها. بعدين فجاه كان يطلع لها هذيل النقط اللي على الساق، هي في تغيرات بعد النقط. كان طلع جذور، قلت الله شغلك حلو. فانطلقت، وبعدين قامت تطلع ورق، قامت تطلع ورق، وقامت تطلع ورق. قلت يلا جميلة جدا حلوة، خلنا وديك حق تربة. وكاهي نقلتها حق تربة بنفس حوض، بنفس حجم الحوض الفخار اللي كانت هذيك من قبل، بس هذيك طاحت انكسرت، هذه لغتها. اوكي، فالحمد لله نجح التجذير بالماي حق الشفليرة العادية والمبرقشة. والسقي عندنا شفان التربة التام، هذه لأنها بحوض فخار فتنشف بسرعة تربتها، وأقرب حق الليت لأن هي كذي نفس السالفة يعني تقعد هني ولا تقريب منها بهذاك الرف، فقريبة من الإضاءة مات البيت، مو الجرولايت بعد، هي على الرف وقريب منها الإضاءة. فهذه نموها وشادة وحلوة، وكل يوم يمعى أسقيها لأن هي صغيرة بحوض فخار مثل ما قلنا، والكبار يشربون واحد بالشهر. وكذي أصدقائي تكلمنا عن الشفليرة رعاية واهتمام في بيتي بدون شمس على إضاءة البيت، هذه العادية وهذه المبرقشة تجذير، كلهم نجحوا وصاروا حلوين. تحب نشفان التربة تام قبل السقي، فهذه الكبيرة تشرب واحد بالشهر وهذه تشرب يوم الجمعة لأنه بحوض فخار. هذا هو السقي وإضاءة البيت، ما عندهم مانع. وشنو بعد؟ والرعاية والاهتمام إن إحنا ننظفها من أي شيء
اي ورقه تعبانه، اي ورقه صفراء، اي ورقه مو طبيعيه نشيلها عنها، وبكذي تكبر وتستانس وتتأقلم في جو بيتنا. اتمنى لكم مشاهده ممتعه ويوم سعيد. باي.